مساء الخير مشاهدينا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كل يوم. موضوع حلقتنا النهاردة عن العنف ضد المرأة. في الحقيقة يوم الخميس الماضي وقع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة مذكرة تفاهم بشأن وضع استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة و إعادة الاعتبار للمرأة في المجتمع مرة تانية. في هذا الإطار هتكون حلقتنا مع دكتورة نجلاء العدلي، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. في البداية دكتور، عايزين نعرف إيه أهم المحاور اللي تمت مناقشتها في المؤتمر؟ هي الحقيقة المفروض إن إحنا بالتعاون مع مجموعة من الوزارات نضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف. معنى كده ان انا استراتيجية دي يعني هقعد 5 سنين في خلال فترة الاستراتيجية اطبق برامج تقضي على مشكلة العنف. فكانت وزارة الثقافة يمكن من ضمن الوزارات اللي احنا وقعنا عليها معاها بروتوكول التعاون، واحنا اوريدي فعلا بدأنا مجموعة من الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات علشان نضع الاستراتيجية دي. كان ايه اهم المحاور في المذكرة؟ هي طبعا الاهم حاجة ان احنا الاستراتيجية بتتضمن برامج وانشطة حقيقية واقعية وبتتخصص لها ميزانيات، والمفروض ان احنا بناء على الاتفاق ده الوزارة بتلتزم ان هي هتنفذ الاستراتيجية اللي هي وضعتها بالتعاون مع الوزارات الاخرى، يعني تنفذها وتخصص ليها الموازنات المالية. والحقيقة الثقافة يعني يمكن جزء مهم جدا في مسألة مكافحة العنف ضد المرأة. نعم. يعني احنا عندنا الثقافة بتمثل جزء كبير، بتتضمن الوقاية من العنف، الحماية، كل ده مرتبط بالثقافة. نعم. حتى التدخلات في مشاكل العنف دي برضو بتشملها الثقافة المجتمعية. فأنا لو حبيت أن أنا أقضي على مشكلة العنف، ومنها مثلا ويمكن دي أكبر مشكلة احنا بتقابلنا دلوقتي والحقيقة أثرت على سمعة مصر في الخارج، هي مسألة التحرش. لأن هي مش بس للأسف اقتصرت على البنات والسيدات المصريات، بل امتدت كمان أن هي تصل للأجانب، نعم. السيدات الأجانب، ودي أخطر مشكلة. لأن أنتوا يعني هو يمكن الـ 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 الشاب مش متخيل تأثير الكلمة أو اللفظ اللي هو بيقوله ده لأي واحدة أجنبية. أنت كده الحقيقة مش بس بتسوق سمعة مصر، بل أنت كمان بتأثر على اقتصادنا، لأن في طبعا ناس كتير جدا بتلغي وبتكنسل الرحلات بتاعتها لمصر نتيجة أن في حالات تحرش عالية قوي. نعم. طيب من وجهة نظر حضرتك، إزاي المرأة بتواجه التحديات اللي بتقابلها في المجتمع، منها ظاهرة العنف؟ تتعامل معها ازاي؟ هي الحقيقة تعامل المرأة مع المشاكل دي تعامل سلبي، يعني ويمكن ده برضو راجع للثقافة. يعني المرأة دايما بتتصور ان هي السبب، بتتخيل ان هي اتعكست لان هي صدر منها تصرف غير لائق او زيها غير مناسب. نعم. كل الافكار دي غير سليمة، يعني هي القصة مش مرتبطة بزيك ولا بسلوكك، ده حقك في انك تمشي في الشارع زيك زي الولد، من حقك انك تروحي شغلك، ومن حقك ان انت تدافع عن الحريه الشخصيه بتاعتك دي بكل ما اوتيتي. انت انا عندك شايفه النهارده كمان ان المشكله مش في اللبس، يعني انا بشوف ناس بعبايات بيتعكسوا، ده دي حقيقي، اعتقد ان ما فيهاش اي مشكله في لبسها. ده الدراسات احنا يعني المجلس عمل دراسه في 2013، مش عايزه اقول لك ان نسبه كبيره جدا من السيدات المنتقبات كانوا بيعانوا من نفس المشكله. اذا فالموضوع مش مرتبط بزيها نعم. ولا سلوكها، لا، هي الموضوع كان مرتبط يعني في بعد الثورة على طول بالأمن، ودي أول مشكلة. يعني غياب الأمن ساعد إن الشباب يخرجوا عن الإطار الأخلاقي اللي احنا متعودين عليه، لأن مفيش حد بيحكمه. لو هرجع للقانون هقول إن القانون مفروض إن هو شددة العقوبة جامد جدا دلوقتي، يعني في تغليظ شديد للعقوبة، واعتقد ان المفروض ان اي حد يعني بيقوم بمسألة التحرش دي المجتمع لازم يساعد البنت على انها تاخد حقها. نعم. اقصد بكده ان اي واحد في الشارع شايف بنت بتتعاكس المفروض ما يسكتش، خصوصا لو هي دفعت عن حقها في انها تمشي بحريتها في الشارع. انا شايفه ان كمان بتحصل مشاكل في الشارع، وللاسف المفروض الشباب يتدخلوا، علشان يعني في خناقه بتحصل، مفيش الكلام ما بقاش كمان بيحصل دلوقتي. هو طبعا ارجع تاني لمساله الامن، ما هو احنا دلوقتي للاسف الشاب بعد ما كان بيبقى عنده حته النخوه ويخاف على ان هو يدافع عن حق البنت، بقى يخاف انه يتضرر لدرجه انه ممكن هو يتعور.
لكن احنا عندنا النهاردة في خطوط ساخنة، إذا كانت في المجلس القومي للمرأة عندنا احنا خط ساخن تبع مكتب الشكاوى، في خط ساخن الداخلية كمان بتوفره للعنف ضد المرأة في الشارع، والمفروض ان بيتعلن عنه في التلفزيون بشكل مستمر. الداخلية النهاردة عندها وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة، والخط 24 ساعة شغال لأي حالات للإبلاغ عن أي حالات تحرش. إيه أنواع العنف اللي بتقابل المرأة؟ لو هتكلم عن مجتمعنا يمكن أنواع العنف في مصر تختلف شوية عن برة. هنلاقي إحنا مثلا ختان الإناث، ختان الفتاة ده نوع من أنواع العنف، يمكن يعني برة ما فيش الظواهر دي. نعم. عندنا طبعا مشكلة العنف الأسري للأسف الشديد، برضو الثقافة المجتمعية عندنا بتدي الفرصة للولد أنه ممكن يضرب أخته أو يمنعها من النزول أو يحرمها من التعليم، في بعض الأحيان في بعض الآباء بيحرموا بناتهم من التعليم. ده نوع من أنواع العنف. أنا لما أحرم بنتي من أنها تتعلم وتوصل لشهادة كبيرة وتشتغل، يبقى أنا بالتالي بمارس نوع من أنواع العنف ضدها. في عندنا كمان الزواج المبكر، وده الحقيقة بيتضمن كمان الإتجار في الفتيات في البشر، لأن بنات كتير في بعض المناطق نتيجة الحالة الاقتصادية المتدنية بيوافقوا على زيجات تضر بالفتاة، وللأسف بتبقى مجبرة البنت على أن هي تتجوز بالشكل ده نظرا لظروف الأسرة السيئة الاقتصادية، وهي بتحاول أن هي تساعدها وشايفة أن هو ده المخرج الوحيد. فده نوع من أنواع العنف ضد البنت. طيب أنواع عنف كتيرة، تحرش، ممكن المرأة وما تنزل شاية، تحرش لفظي، ممكن في العمل، ممكن في البيت، ممكن مع زوجها. إزاي البنت أو المرأة تواجه أو تتعامل مع أشكال العنف؟ أول خطوة إن هي لازم تبقى واثقة من نفسها إن اللي هي الخطأ مش خطأ، وإن هي ليها الحق إنها تدافع عن حريتها. بمعنى إن أنا النهاردة لو ماشي في الشارع وتعرضت لموقف حد عكسني لدرجة إن هو مش بقى باللفظ، لأ يعني يحاول إن هو يلمسني أو حاجة زي كده، أنا ما اسكتش، أنا بالعكس أعلي صوتي وأخد موقف شجاع، ولو حد من اللي حواليا يقدر يساعدني هنادي واستغيث بالناس. وده يعني ده في حالة ان هي ما وصلتش بسرعة للرقم اللي مفروض ان هو للداخلية او هي حافظاه. نعم. وده الافضل، ان انا بنصح كل فتاة ان هي تسجل الرقم ده بتاع شكاوى العنف ضد المرأة، يا اما في مجلس قومي المرأة او في الداخلية، تسجله على الموبايل بتاعها. نعم. وتتصل وتطلب النجدة. والحقيقة يمكن يعني دي حاجة إيجابية إن الشرطة النهاردة مدركة تماما إن في مشكلة في الشارع بخصوص التحرش، وفي دوريات بتمشي في الشارع كتير علشان تمسك المتحرشين. يمكن الدوريات دي بتبقى مكثفة أوي فترة العيد أو فترة الزحام، إلا إنها برضو يعني ناوية إن شاء الله وزارة الداخلية إنها تزود عدد الدوريات في الشوارع وعلى مستوى المحافظات كلها، لأن المشكلة مش بس في القاهرة، مشكلة في القاهرة وفي محافظات تانية كتير. طبعا احنا شايفين ان السلوكيات اللي في الشارع ابتدت تتغير عن زمان خالص، او مش ابتدت، هي اوريدي اتغيرت عن زمان خالص. ايه اللي حصل؟ يعني فترة الستينيات كانت البنت بتنزل بحرية، بتنزل بملابس كمان ما بقى يعني البنات دلوقتي ما بيلبسوهاش، دلوقتي بقى البنت لابسة whatever، ايه نوع اللبس اللي هي لابساه برضو بتتعاكس وبرضو بتتعرض للتحرش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الثقافة المجتمعية بتاعتنا اتغيرت، حصل فيها اختلاط. يعني في بعض الثقافات الواردة يا اما من دول الخليج او من دول غربية كمان يعني، بس يمكن اللي تأثر بيه اكتر المجتمع بتاعنا هو الثقافة اللي من دول الخليج، اللي هي للأسف الشديد بتعتمد اكتر على المظهر الخارجي للبنت، لكن ما بتبصش على الجوهر، ما بتبصش على مسألة ان هي ثقافتها هي اللي بتساعدها، او تعليمها هو اللي بيساعدها على ان هي تحافظ على نفسها وغيره. اقصد بكده ان احنا عدد كبير جدا من المصريين سافر فترة من الفترات برا مصر، والثقافة بتاعت المجتمع ده كانت تغطية المرأة وحرمانها من التعامل او حرمانها من النزول في الشارع بشكل عام. نعم. فلما رجعت المجموعة دي مصر بدأت الأفكار دي تدخل في المجتمع بتاعتنا ويعتبروها إن ده العادي، إن العادي إن أنا أشوف الفتاة مغطاة أو المرأة مغطاة، وعكس كده يبقى أنا من حقي بالتالي إن أنا أعكسها أو أتعامل معاها من منطلق إن هي
خرجت عن اللي المفروض يتعمل، على بس العادات هو او دلوقتي التقاليد. بقت مغطاة او غير مغطاة. ما هي بقت خلاص، ما هي بدأت الاول بالشكل ده، ان هو ادى لنفسه الحق ان هو ينتهك حريتها نتيجة ان هي مش محجبة. نعم طب هي معلش، في سيدات مسيحيات دينها مش بيفرض عليها انها تلبس حجاب. اذا هي قصة زي ما قلت لك، في قبل الستينات احنا كان المجتمع بتاعنا كله منفتح جدا، يعني احنا كانت كل ثقافاتنا جاية واردة من اوروبا، نعم يعني بعد بالذات هدى شعراوي والطفرة الانفتاح اللي حسيت رغم بيه ان مصر. حاليا في تقدم تكنولوجي اكتر كتير من زمان، وبالعكس بقينا منفتحين على العالم. بالظبط، لكن استخدام التكنولوجيا ده شكله ايه؟ هل انت بتستخدميه في الصالح ومعلومات وافادة نفسك بتزيدي من نفسك من قدراتك، ولا انت للأسف الشديد بتستخدميها لإشباع رغباتك؟ ما هو ده بقى الخطأ، ان برضو في فراغ كبير جدا عند الشباب بيملوه عن طريق ان هم يقعدوا على الانترنت ويدخلوا المواقع الاباحيه وكده، بالرغم ان الوقت الفراغ ده ممكن ان انا اثقف نفسي وازود نفسي معلومات ومهارات واستفيد بحاجات. التوجه بتاع الشباب ده الحقيقه دور الاسره ودور الام، يعني الام والاب الاثنين مع بعض مسؤولين على ان هم يوجهوا شبابهم، ويبقى الولد والبنت بالذات عارفين ايه المفروض ان العادات بتاعتنا الاصيله شكلها عامل ازاي، وازاي ان احنا نلتزم بيها. طب هل ممكن وضع استراتيجية لتغيير نظرة المجتمع للمرأة؟ ما هي ضمن استراتيجية مكافحة العنف في جزء منها بقى خاص بتغيير النظرة المجتمعية تجاه المرأة. هتخشي بقى على قضية نظرة صورة المرأة في الدراما، هتدخلي حتى المناهج الدراسية والمناهج التعليم اللي بتتوفر للتلاميذ، هل هي فيها جزء بيتكلم عن احترام المرأة أو احترام الآخر بشكل عام، احترام حقوق الإنسان؟ ده كل دوت بيصب في الاخر في تغيير النظره بتاعتنا احنا للمراه. لو انت بتشوفيها في الدراما او في الاعلانات مبتذله او مستخدمه بشكل سيء، ده في الاخر بيفضل عندك مترسخ ان صوره المراه ما تزيدش عن هذه الصوره اللي اترسخت في ذهنك. حضرتك ذكرتي دلوقتي الدراما، واحنا بنشوف في اعمال درامية كتير بيبقى فيها عنف جامد جدا ضد المرأة. المفروض لما نشوف عمل زي ده ايه اللي يحصل؟ والله يعني المفروض ان انا مش هقول ان انا امنع اسرتي من انها تتفرج على المشاهد دي، لكن على الاقل اراعي السن. يعني لو هو طفل صغير بيتفرج على المشاهد دي احاول اتجنب ان هو يتفرج على الحاجات دي، لان هو الطفل بالذات هو اكتر واحد بترسخ فيه الصورة دي، طبعا بتثبت في ذهنه، وللاسف ما تقدريش تحددي اللي بيثبت في ذهنه ده شكله ايه. نعم يعني اكيد هو سلبي، لكن لانهي مدى ما تقدريش تحددي. فعلى الاقل انا عندي دلوقتي الريموت اقدر اقلب القناه ومنتهى الحياديه، وان انا اشرح للطفل او اشرح للفتى او طب مش لاسرتي. ساعتها هيبقى الممنوع مرغوب؟ ما هو ده المهم، ان انا اشرح له السبب ايه، ان دي مناظر غير لائقه، احنا ثقافتنا وتربيتنا وديننا بيمنعنا ان احنا نبص على الحاجات دي. لو يعني كتاب الدراما ما راعوش الجزئيه دي وما مهتموش بيها، على الرغم ان هم مش قادرين يدركوا ان قد ايه هي بتفسد المجتمع كله. يعني انا مش بتكلم عن بس احنا مش بنتكلم بس عن مشكله عنف وحاجه بسيطه بيعتبروها بسيطه عنف، لا، ده العنف ده بيؤدي ان الفتاه ما تقدرش تنزل تمارس دورها في المجتمع، ما تقدرش تنزل تروح شغلها، بتمنعها، يعني هي بتكره انها تنزل الشغل نتيجه ان اول ما تنزل الشارع بتتعرض لكل اشكال الامتهان. اذا فانت الدراما اللي انت بتكسب منها شويه فلوس دي بتعود في الاخر سلبا على المجتمع والبلد كلها، الاقتصاد بتاعك كله بيتاثر. طبعا المراه العامله بيبقى سهل ان هي تستطيع يعني بيبقى سهل ان هي تتعامل مع ظاهره العنف بسهوله غير المراه اللي قاعده في البيت او غير لا، عامله؟ يمكن تكون اصعب مش اصعب. اسهل. اه طبعا، لان المراه العامله هي بتبقى بالذات في القطاع الخاص بتبقى حريصه طبعا على البقاء في مكان شغلها في وظيفتها، فقد تضطر للاسف ان هي ما تقدرش تبلغ عن الانتهاكات او عن التحرش وتتغاضى عن هذه التصرفات في سبيل انها تستمر في عملها. ويمكن هو ده برضو من الحاجات اللي بتقابلنا واحنا بندرس مشكله العنف. يعني هي وزاره القوى العامله داخله معانا في تعاون قوي جدا في دراسه الجزئيه دي، ازاي ان احنا نقدر نساعد المرأة العاملة ان هي حتى لو تعرضت لأي نوع من انواع العنف تعرف تبلغ وتعرف انها تاخد حقها.
وفي نفس الوقت تستمر في شغلها، نعم. لأن للأسف القطاع الخاص شوية المواعيد طبعا مختلفة عن الحكومة. بالظبط، القواعد بتاعته مختلفة، وإلى حد ما بتبقى فيه قوة أكتر وسلطة أكتر نعم لصاحب العمل. نعم طيب ازاي نقدر ننهض بالمرأة في الريف وفي القرى لتوعيتها ان هي تقدر تتعامل مع هذه الظاهرة؟ هو التوعية يمكن في الريف مختلفة شوية عن المدينة. الريف بيتميز بأن هو بيسمع أو بيتأثر جدا بالجانب من الجانب الديني، ويمكن هو هنا بقى يجي دور الأئمة في المساجد وفي الكنيسة. الموعظة اللي المفروض بتتقال في الكنيسة يوم الأحد لازم تشمل جزء عن حقوق المرأة، جزء عن العنف ضد المرأة وإزاي مكافحته، وحق المرأة في الدين شكله إيه. ونفس الكلام بينطبق على الجامع. احنا عندنا يعني الريف بيهتم جدا بكلمة الشيخ الجامع، لو شيخ الجامع لهم يمين يبقى هو ده كلام ربنا احنا بنسمعه الى حد كبير، يعني بيتأثروا بيه جدا. اذا ايه اللي يمنع ان الشيخ الجامع بيبقى بيتكلم في الخطبة بتاعته يوم الجمعة جزء عن حقوق المرأة في الاسلام؟ ده يعني ما فيش اعظم من الحقوق اللي الست خدتها في الدين الاسلام. نعم فاحنا الحقيقه برضو وزاره الاوقاف شغاله معانا في الجزء دي، متفهمه جدا، ونشكر الحقيقه وزير الاوقاف لانه متفهم جدا للمشكله ومستنير قوي. فاعتقد ان في خلال في جوه الاستراتيجيه هيبقى فيه ان شاء الله نقدر ان احنا نحط جزء ثابت في الخطب بتاعت الجمعه او اذا كانت في الكنيسه عن الجزئيه دي. السبب الرئيسي في تعامل المرأة مع المجتمع هو تربيتها، يعني التربية والأسرة هي السبب الرئيسي وراء إزاي المرأة بتقدر تتعامل مع ظاهرة العنف في المجتمع؟ طبعا الأسرة والمجتمع والتعليم، يعني التعليم والحقيقة يعني يمكن احنا محتاجين ان احنا نبث دايما في الفتاة الثقة بنفسها. يعني مهم قوي ان احنا ويمكن دي ترجع بقى تاني لطريقة التربية، اسلوب التربية. مسألة الضرب الاطفال في المدارس في وقت ما هم لسه في الصغر بيفقدهم جزء من الثقة، وخاصة الفتاة هي مش محتاجة كده، هي مش محتاجة دعم، محتاجة ثقة في نفسها، وبالتالي تقدر تقف ثابتة في اي قدام اي مشكلة، مش بس العنف ضد المرأة، يعني اي مشكلة تواجهها تقدر تعرف تاخد موقف وقرار سليم يعني في صالحها. نعم. هل انتشار الجهل والتطرف الديني وراء ظاهرة العنف، يعني أو أحد أسباب ظواهر العنف؟ والله هو مش بس التطرف الديني، الجهل طبعا مشكلة كبيرة قوي، لكن التطرف أنا أقدر أدمج الاتنين. يعني بمعنى إن التطرف سبب الجهل، يعني أنا لو إنسان مثقف ومتعلم وقادر إن أنا أقرأ وأتبحر في العلم وأبحث عن أي معلومة في الدين، هتوصلني المعلومة دي لحقيقة الدين الإسلامي، وبالتالي مش هوصل لمرحلة التطرف. لكن المتطرفين هم اللي بياخدوا الدين الإسلامي وبيترجموا الكلام اللي بيتقال عن المرأة بالذات بالصورة اللي هم عايزينها. يعني على سبيل المثال الختان، الختان أي إنسان مثقف وبيقرأ في الدين كويس هيعرف إن الختان، مع إن في اختلاف في الآراء في مسألة الختان، لكن الختان ليست ممارسة دينية، والدليل على كده إن ده ما بيحصلش في دول الخليج ولا في السعودية اللي هي أقرب مكان المفروض إنه يحصل فيه الممارسات دي، إلا إنه بيحصل في أفريقيا. إذا أنا لما أكون الظاهرة دي جت لنا منين؟ من أفريقيا، من أفريقيا. الدول الأفريقية كلها هي اللي بتمارس المشكلة دي مع الفتيات، يعني يمكن هتلاقيها في السودان وبعض والصومال طبعا منتشرة جدا، لكن هي مش مرتبطة بالدين الإسلامي وللأسف بتمارس ضد في الفتاة المسلمة والمسيحية مع بعض. إذا الموضوع مش مرتبط، مش مرتبط، دي مرتبط بعادة يعني، وأصلها إفريقي، إفريقي وفرعوني، ملوش علاقة خالص بالدين الإسلامي. الا ان بعض التفاسير برضو رجعت قالت لا ده هي مذكوره في احد بدون الخوض يعني في تفاصيل يعني، لكن الجهل بيؤدي بيا لتطرف في الدين، وبالتالي التطرف في الدين والجهل الاتنين مع بعض بيؤدي كل ممارسات الضاره ضد المراه. يعني بيديني الحق ان انا اعمل حاجه، اذا كان بيديني الحق ان انا اقتل مش مراه بقى ان انا امارس ضد عنف، ده انا بيديني الحق ان انا اقتل مسلم. اذا التطرف
توقعي ان هو سبب مآسي كتير يعني. نعم. طيب الإعلام ليه دور إيجابي بالنهوض بالمرأة فكريا عشان تواجه ظاهرة العنف؟ ده هو دور رئيسي يعني، ودور خطير جدا يعني. احنا زي ما اتكلمنا في الاول، حاجة من اتنين، يا اما انا بدي الصورة السلبية للمرأة، بنقلها لكل المشاهدين، امرأة ورجل، اذا انا بشجع الرجل على ان هو ينتهك حق المرأة وحريتها، وفي نفس الوقت بدي المرأة صورة انك لا، ده هي مسألة عادية جدا، والعنف ده بيمارس اذا بشكل عادي. انا لما بشوف في التلفزيون مثلا اي مشهد من المشاهد مستمر متكرر، ضرب مثلا لفتاة او من زوجها او غيره، خلاص اذا انا بيترسخ عندي ده امر طبيعي، ده نورم. ده نورمال. هنا بقى الاعلام هو دوره خطير، يا اما ان هو يساعد فعلا في ان انا امسح الافكار السيئة دي والصورة الذهنية الرديئة عن المرأة، يا اما ان انا اعمل العكس، ان انا ارسخ الصور السيئة دي. طب يا دكتور، احنا بنتكلم كتير جدا عن ظاهرة العنف والتحرش وكل الظواهر السلبية خصوصا ضد المرأة، ليه مش بنشوف تغيير في الشارع؟ شوفي، لان الغريب ان في جهود كتير جدا، لو هتبصي ونحصر الجهود اللي بنقوم بيها، اذا كان احنا كمجلس قومي للمرأة او الداخلية، وزارة الداخلية، حتى وزارة العدل في مسألة التشريعات والقوانين، هتلاقي في جهود كتير قوي بتقوم بيها كل جهة، حتى وزارة الصحة، إلا إن الجهود دي كلها مش ماشية بشكل منتظم مع بعض. يعني لو أنا بعالج مشكلة القوانين، فاين، أنا عندي دلوقتي قوانين رادعة للتحرش، لكن في نفس الوقت أنا محتاجة إن أنا أدرب أمين الشرطة اللي في الشارع أو الضابط اللي موجود في قسم الشرطة، ان لما تجيله حاله بنت متعرضه للتحرش ازاي يستقبلها، وازاي يتكلم معاها، وازاي يديها الحق في انها تقول ايه اللي حصل وادورلها على حقها. في بعض الاحيان، في بعض الاحيان اللي برضو بعض النماذج اللي هقول شاذ عن وزاره الداخليه يعني، بتلاقي اللي بيحصل غير كده، بيحصل ان في بعض الاحيان هتلاقيه ممكن هو يتحرش بيها يعني. العسكري اللي في الشارع المجند دلوقتي في الشارع ممكن يتحرش بالبنت ويتريق عليها او حاجه زي كده. هي دي بقى الجزئيه اللي محتاجه، في قوانين، لكن انا محتاجه ادي جزء تدريب ووعي اللي مسؤول عن ان هو تنفيذ القانون ده. لكن الحقيقه برضو ما يمنعش دوت ان دي زي ما بقول لك ضمن الخطه اللي احنا بنحطها النهارده، يعني وزاره الداخليه ان شاء الله هتعمل حاجه زي كده. لازم يبقى في برامج تاهيل وتدريب وتوعية لأفراد الأمن، لجهاز الشرطة، للناس اللي بيتعاملوا مع الحالات، مع الضحايا. جزء التاني مثلا في المستشفيات، وزارة الصحة، اللي بيتعاملوا بيتلقوا حالات العنف، لو واحدة مضروبة في البيت مثلا وراحت لجأت المستشفى، في النهاردة برنامج في وزارة الصحة بيدرب اللي بيقابلوا بيستقبلوا هذه الحالات، ازاي يعرفوا ان ده عنف، وازاي يساعدوا الضحية انها تروح وتريبورت، يعني تبلغ عن حالة العنف، حتى لو هو زوجها او والدها او حد من اسرتها. فهي تكامل لازم يعني تبقى فيه تكامل، لازم يبقى فيه منظومة بيشتغلوا فيها مع بعض عشان نحس بنتيجة. لان لحد دلوقتي احنا فات علينا مدة طويلة، من سنة 2000 المجلس قومي مرة شغال، اذا كان توعية، اذا كان، بس النتيجة ضعيفة جدا. حتى تغيير القوانين، في قانون احنا المفروض عرضناه في مجلس الشعب اللي فات، يعني هي ما عرضناش مجلس الشعب، احنا عرضناه لوزارة العدل عشان يراجعوه، وبعد كده على اساس انه يعرف في مجلس الشعب، ده لمكافحة العنف. سريعا بس وقت حلقتنا أوكي. فإن شاء الله يعني القانون ده يصدر بقى في البرلمان اللي جاي، ويبقى فيه حاجة متكاملة مع الاستراتيجية، نقدر نعمل حاجة إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى نشوف تغيير في المجتمع، ونظرة الرجل للمرأة تختلف تماما، حتى يعني تمشي مع الدين. بشكر حضرتك دكتورة نجلاء العدلي، مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة. بشكركم مشاهدينا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.